لبنان ثلاثة. تحية للبنان وتحية ليك، وشكرا على الكلام الحلو اللي قلته، بس كان المفروض ان وليد توفيق يكون مع الوفد المصري لان هو مصر وقلب مصر. تحية لوليد توفيق الفنان اللي جوه قلوبنا وجوه قلوب الوطن العربي، من نيل مصر واهرامتها. تحية للتاج، للفن، للأستاذة، للملكة المتربعة على عرش قلوبنا كلنا، سعاد العبدالله اللي اتكرمت النهاردة، وتكريمها تكريم للفن العربي كله. وسعداء بشكر أستاذ يوسف إن هو النهاردة جمع كوكبة كبيرة من كل النجوم في الوطن العربي، وإن احنا نلتقي في حب الفن، لأن يمكن السياسة بتخلينا نختلف، لكن الفن دايما هو اللي بيجمعنا، ودايما الفن هو الحب وهو الالتقاء وهو النجاح. شكرا الأنباء، شكرا شعلة المصداقية والحقيقة، شكرا شعب الكويت اللي دايما بنكون معانا 10 سنين موجودة مع الأنباء، وبحس ان انا دلوقتي واحدة من الأنباء، ويا رب دايما اكون معاكم. اسمحوا لي النهاردة ان انا اكون مع وفد مصري مشرف، نجوم ابدعت، نجوم ليها تاريخ، نجوم ليها مكانة في قلوب الوطن العربي. انا بعتبرهم هم الأهرامات، هم النيل اللي بيجري وبيروينا بالعطاء والفن والرقي والجمال. هنبدأ تكريمنا النهاردة بفنانة بتعرف كل العوالم الخفية في الفن، لأنها نشأت في بيت ملك الفن. أبدعت هذا العام في دور من أصعب أدوارها، مريم مع الزعيم عادل إمام، وقوة أدائها جعل منها نجمة من العيار التقيل. فأبو العروسة المبدعة كبيرة بينه وبين المسيو، وطردوا من الشركة وجاب شاب تاني يمثل الدور. مثلت كل حاجة. طب روى بس روى، أنا هتكلم معاه وحاول أحل المشكلة. وفي 2009 جات لي دعوة حفلة تابعة لوزارة الثقافة. أولا بشكر جريدة الأنباء طبعا على التكريم وعلى الجايزة، وطبعا دي أول عمل لي مع الزعيم عادل إمام، وأكيد لما الواحد بيشتغل مع نجم كبير له شعبية طاغية في العالم العربي بيبقى مرعوب وبيضمن نسبة مشاهدة 100%. فأنا يمكن اشتغلت كتير، بس دور مريم رياض في عوالم خفية كان نقطة تحول في حياتي فعلا، رغم صغر الدور، وده يثبت ان الموضوع مش بالكتير مش بالكم ولكن بالكيف. بشكر اهل الكويت على استضافتها وعلى كرمهم، بشكركم جدا وسعيدة ان انا معاكم. وجايزتي يعني اكيد سعيدة بيها جدا، وسعيدة أكتر إن شفت الأستاذ الكبير العظيم أستاذ محمد السنوسي حبيب أبويا وفكراه من وأنا صغيرة. فأنا سعيدة جدا، أسعدتوني النهاردة حقيقي مرتين، أشكركم جدا. تحية رانيا فريد شوقي، والنهاردة سعيدة إن أنا بقدم نجم متربع على عرش الدراما المصرية والعربية، عبقري ومبدع، إبداعه تجلى في الكثير من الشخصيات اللي قدمها خلال السنوات الماضية. في كل شخصية بيقدمها بنعيش معاه إبداع جديد ببساطة أدائه وحسن اختياره المتحدي، النجم
الحقنا يا باشا الحقنا. في ايه؟ ايوب يا باشا. دول نسمة ولا هتحس بيهم خالص. كلام الحلو بصراحة كله تقال يعني، كل اللي طلع قال أحلى كلام، فأنا عمال أدور كل ما حد يقول حاجة أقول لا يبقى أنا هقول بقى الحاجة التانية فيطلع اللي بعد يقولها، فالموضوع باظ مني خالص. شكرا جريدة الأنباء، وأنا سعيد جدا إن أنا في زيارة دي لدولة الكويت، وفي حاجة مخلياني مبسوط جدا النهاردة، أنا متشرف وسعيد وطاير من السعادة إن أنا في نفس القاعة اللي فيها الأستاذة سعاد عبد الله اللي انا one of big fans ليها من وانا يعني من سنتين بس. شكرا. ومسك الختام مع الجمال، مع شمس الدراما العربية، مع حديث الصباح والمساء، صاحبة الجمال والموهبة، قدمت في مشوارها الفني أفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية، وحافظت على وهج نجوميتها لغاية دلوقتي. هي أيقونة الرومانسية، صاحبة العطاء الراقي الجميل، السندريلا النجمة. مساء الخير يا حلوين يا جمال. انا مش عارفه ازاي اعبر عن سعادتي النهارده بجد، يعني تكريم مختلف مختلف، لان دايما معظم المهرجانات اللي بتكرمنا من وعي ومن راي سينمائيين ونقاد او محطات مهمه في مشوارنا الفني، لكن النهارده جريده الانباء وتكريمها مع زملائي المميزين جدا اللي انا بقدرهم وبحترمهم ومن المعجبين بيهم جدا، تكريم مختلف، تكريم بيعبر عن انعكاس شعبي وجماهيري حقيقي، وده مهم جدا 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 عند الفنان. انا سعيده وفخوره بالتكريم ده، سعيده وفخوره ان انا في صحبه اهم الفنانين العرب زملائي النهارده موجوده معاهم، سعيده جدا جدا ان بجالي كتير جدا، واول ما نزلت ارض الكويت الغاليه افتكرت الاستاذ محمد السنعوسي وقلت يا ترى هو فين، انا نفسي اشوفه، فانا سعيده جدا جدا بجد. بحيي دوله الكويت لانها من اول الدول اللي كانت واعيه وعارفه ان الفن هو الجسر الوحيد للشعوب كلها، لان هو الاصدق وإن هو نبض الشارع ومشاعرهم الحقيقية، وإن فن السينما هي اللغة اللي بتوحد الإنسانية كلها. يا رب دايما مع بعض في سلام وأمان وحب وفن. شكرا الكويت، شكرا الأنباء اللي بتجمعنا، وتورتة الأنباء الكويتية هتجمعنا دلوقتي كلنا، لبنان، الكويت، مصر، الفن العربي وجريدة الأنباء الكويتية. شكرا أستاذ يوسف على الجامعة الحلوة، وإن شاء الله أكون معاك في العيد 50 بقدم أحلى النجوم إن شاء الله. شكرا ليكم، دلوقتي تورتة الأنباء الكويتية.